السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفسر لكم النهاردة تفسير ورؤية وحلم خروج العين من مكانها في المنام. فسر العلماء حلم العين التي تنبس من مكانها إلى أنها إشارة إلى أن الإنسان يسلك طريقا ليس طريقه الحقيقي، ووجود شخص في حياة الرائي يقوده. وإذا حلم الحالم أن عينيه خرجت من مكانها ثم عادت، فهذا يدل على أن الرائي يسير في طريق ليس طريق الحق، ولكن بنعمة الله يعود إلى الحق. كما قال شيوخ تفسير الأحلام ومنهم الشيخ محمد ابن سيرين رحمته الله إن تفسير حلم العين وترك مكانها ورؤية العيون في المنام يشير عموما إلى الدين، والله أعلم، وعليه أن يتوب عنها حتى يتوب الله تعالى عنه، حيث يقال لهذا الحلم إن من يرى عينه في المنام تخرج من مكانها فهو في الواقع شخص قليل المعرفة في حياته، والله القدير هو العليم بكل شيء. ورد في تفسير الحلم العين الذي ينبس من مكانه إن من رأى ثم قبل أن ينتهي الحلم تعود عينه إلى ما كانت عليه، فهذه الحلم يدل على ضلال عارض عن طريق الحقيقة في حياته الحقيقية، لكن وجود أو سيجد من يعيده إلى طريق الحق مرة أخرى. ومن يرى في الحلم إنه من يرى أن عينه البارزة من مكانها هو شخص آخر، والرائي هو الذي يقود إلى طريق الحق بعدما ضل، يرى العلماء التفسير في تفسير رؤية خروج العين من مكانها بحيث من يرى عينه تخرج من مكانها فقد ذهب نصف دين وارتكب خطيئة عظيمة في حياته، وعليه أن يتوب عن هذه الشيء ليعيد الخير لحياته بفضل الله تعالى، والله أعلم. ومن رأى عينه بيضاء في المنام فهذا يدل على الحزن الشخص الذي يراه في الواقع، وأنه شخص قلق أو ينتظر شخصا بعيدا عنه لفترة طويلة، وهذا ما قاله علماء تفسير الأحلام ومنهم من اختلف فيه. وبين علماء التفسير إن خروج العين من مكانها في الحلم قد يخفف القلق والاضطراب، وإنه سيكون جيدا في حياة الشخص ويراه في المستقبل القريب وهو محزن بسبب تفسير حلم العين الخارجة من مكانها الذي يتجاوز الكبار، حتى يمكن أن يشير هذا الحلم إلى الموت، والله أعلم وأعلى. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة مع تفسير خروج العين من مكانها في المنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.